توني مخلص الموسم الثاني من آل التنين وهذا تقييمي له. Do you accept me as your queen and ruler? الموسم الثاني بلش بحلقة كان مفترض تكون الحلقة الختامية للموسم الأول ومو بداية موسم جديد، لكن بعدها شفنا المسلسل ينطلق بالأحداث ويتعمق أكثر بالشخصيات ويعرفنا أكثر عن التنانين. صح أن الكل توقع بأن هذا الموسم راح يشد الحرب ما بين الفريق الأسود والأخضر بفضل الدعايات، إلا أن مع ختام آخر حلقة اكتشفنا أن الهدف الموسم الثاني مو الحرب، لكن شلون الحروب تبلش، وهذا شيء نادر ما نشوفه يركزون عليه بالأفلام والمسلسلات. نقدر نقول أن الموسم الثاني كان ينطبخ على نار هادية وقاعد يجهزنا حق الموسم الجاي. صحيح أنه في تكرار حق بعض القصص والأحداث وبعض الشخصيات ما تألقت مثل ديمين تارجاريان، وفي شخصيات ثانوية عطوها أكبر من حجمها، وغير المشاهد الإباحية اللي ما لها داعي، إلا أن الشيء الوحيد اللي مو قادر أتقبله من أول موسم هو هالممثل وحنشة قصدي تمثيله. لكن من الأشياء اللي عجبتني في هذا الموسم أنهم ركزوا على الملكتين رينيرا وإليسنت، وشفنا أن رغم اثنينهم يسعون إلى السلطة لكن كل واحدة تبي توصل لها بطريقة مختلفة، لكنهم يواجهون نفس المصير، رفض من المجتمع الذكوري واستحقارهم. أعتقد وايد ناس ما حبوا الموسم الثاني من آل التنين لأنه ما كان في أكشن ما عدا الحلقة الرابعة واللي أحس وايد ناس بالغوا بمدحها. بالنسبة لي الحلقتين الأخيرتين كانوا أفضل لأنهم مرونا توجه الحقيقي للمسلسل وصار في شفت بالأحداث والشخصيات. تقييمي حق الموسم الثاني 7/10.